كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن أعلم معناهم كالله نعمته قرآن نمي مثل عند سورة يمي مثل ما تعفي مثل القرآن قرآن هنا. يشرك يا الله جالو يا الله مستالو الله اندي هذا عرفة انديه بلو يم ياسر دانجر ملايين مسافه في سفون الله يم مي فاروت سواش ناتشو بقران يم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد الصادق الوفي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتأملات قرآنية برنامج يمتكثات تلوت الله سبحانه وتعالى بتلائي أيوه قرآن أنقص لاي من ندم من ولا من ندم من تتا استمرونا زاريم يمنا يو سورة البقرة متو سلساس من تنياو انكت سلمي بلونة جروتش يعني سانا يا سيطان من قد نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج إذ حرموا من الأنعام ما حرموا وعلى كل فهي عامة في كل من حرم غير ما حرم الله تعالى يا ايها الناس ان انت سوت ويا الله كلوا مما في الارض مدروس بأكلوا نجر ثمجبو حلالا حلالي هنا. حلال النجر ثمجبو حرام اندات الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات حلال قلت انا ويتاوكنا إسلام كما تعب الله من عندك نبي من عندك لكلو لك تاوك والتنجر وال س كلوا مما في الارض بمدروس قالوا نغروش بلو حلالا طيبا يميت افت يمي مر نغر عتبلو طيبا ينان تسيهن. حلال مالت أصلو مبلات يتفقد طيبا مالت دمو حرام النت يسو حق النت لا لما نو ينونال الطيب ما كان ظاهر طاهرا غير نجس قشاشا يالهن نسوه مالت نو ولا مستقدر تعفه الناس سوى تشميت يا له نو نوبلوال الحلال من حلت عقدة الحذر عنه وما أذن الله تعالى الله حلال حلالي هنا نجر لا ولا تتبع خطوات الشيطان يا سيد انا من قبلت ارمي الجوش على الله يا سيد انا ارمي الجوش مالت بينك قدمي الماشي خطوة مالتكو ان اقروها ستولي وقريب ياسكا ما تشترم جوات والمراد به هنا مسالك الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله الله سبحانه وتعالى يمت بلوت النجر حلال يا رجل لا ان تبلو فقد لا حرام يا رجل ان جن ان جن شيطان حرام ان تبلو لا درجات تشو سلم انه لكم عدو مبين شيطان جلت الا تشوهنا ሰይጣን እንዳትከተሉ ስብሓን ሰይጣን በዕባዳ ብቻ አይደለም በሚበላና በሚጠጣውም ላይ ሊገባ እንደሚችል ሊያሳስት እንደሚችል ምን በላህ ምን ጠጣህ አደለም ምን አረክኖት ምን ሰራህ ብሎ ነው አሉ እንዲ መብላት መስራት አደለም ምን በላህ ምን ጠጣህ ምን ሰራህ ምን አሰብክ ምን አወራህ ትጠየቃለ ወላ ተቅፉ ሰለከ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء شيطان يم يا زازاتشو بمدفنا بزمتناو مدفون جلوتشندسترو زمتن نتفسمونو فحشاء زنانو لم يطلق على القرآن إلا على فاحشة الزنا واللواء اللهم إلا في آية واحدة يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء هنا بمعنى البخل أو بمعنى الزكاة. بمنع الزكاة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالله الله لا يمات التوقت أن تتناقرون شيطان يم سبحان الله شيطان ونجل عند السر يعززال لي هال. مكاري مسلو شيطان زموت لا عند تورق شيطان بالله الله لا يمات التوقت إنذ زبار رقم يمكرا اتشوال اي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله الله يوردوا النقر تكتلوا سبالوا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ابا اتشاكين يا جيني ينبت نو يمن نكتلوا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لم هنون نزي عباتات نكتلال لن አባቶቻቸው ምንም የማያውቁና ቀና መንገድ ላይ ያልነበሩ ቢሆንም ይህንኑ ነበር የሚሉት ይላል አላ ስብን ተላ አዋቂ ከሆነ ተከተለው እማየቅ ከሆነ ግን ለምንድን ነው እሱን የምትከታተለው ጠለብ ልሐላል ወልእቅትሳር ዓለ ልዓይሽ ምን ሁወ ለው ካነ ضይቀን ቀሊላን ሓላል ገንዘብን በሓላል ገንዘብ መብቃቃት ትንሽም ቢሆን ቢቸግርህም በሱ መብቃቃት ግዴታ መሆኑን ያመለክታል ላል ማለት አላ የፈቀደው ሐራም ማለት አላ ያሐረመው እንጂ ማንም ሰው ይህንን ላል ነው ይህንን ሐራም ነው ሊል አይችልም የሸይጣንን መስመሮች መከተል ከፍተኛ ወንጀል ስለሚያስከትል ለብዙ ጥቃት ሊያጋልጥ ስለሚችል ተጠንቀቁ ከመጥፎ ነገር ከወንጀሎች ከዝሙት ከሊዋጥ ሌሎችም አይነት መጥፎ ሙንከር ወንጀሎች ላይ እንዳያስገባችሁ ሰይጣንን ተጠንቀቁ የማያውቁትን ሰዎች ተከትሎ መሄድ ገደል እንደሚያስገባም በግልጽ ነገረን ወአንተ ላ ላህ ማ ላ አዋቂዎችን መከተል ደግሞ ግዴታ መሆኑንም ያመለክታል የታለ አዋቂዎቹን ተከተሉ የሚል የቁርአን ያታለ ዚህ እማያውቁ ይ የሚያውቁትን ሰዎች መከተል ግዴታችሁ ነው የሚላለ ወይ ነው ማ እንዘላላህ ምን ማለት ነው እና አዋቂዎቹን ተከተሉ ማለት ነው أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أم يأقو بهون ما يتشال نبرا أم يأقو بهون لو يمي سيل أم يأقو ما مكتل قد أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا النزياء كهاديان دعوة يمي أدرق سو كمثل الذي ينعقو كمثل الذي ينعقو اندميت الرسونو بما لا يسمع بما يسمون قروش لاي إلا دعاء مترات نامالة ونداء هيد مالة نالو انقدي دعاء نا نداء من النادر قونو النداء طلب البعيد كأذان الصلاة الدعاء طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يا رب يا رب دعاء مالت وست مستر عرقو ملمن نداء ጮክ ብሎ መጥራት ማለት ነው ብሎ ሸክየው ትንሽ ልዩነቱን አምጥተዋል ወፊ ሐዲ እነቢ ላለን አንዳ ሶውተን ብለው ነበር ነቢ ለ ላት ሰላም አንዳ ኒዳ የሚለው ነገር ድምፅ ከፍ ማድረግ የሚፈልግ ነገር ለመሆኑ ሱሙን ቡክሙን ዑምዩን እነሱ ሱም ናቸው ደንቆሮዎች ናቸው ቦክ ምናቸው ዲዳዎች ናቸው ዑምዩን አይነ ስውራን ናቸው ፈሁም ላይ ያሉን አእምሯቸውም አያስብም ስለዚህ አይን የለ ጀሮ የለ ልብ የለ ምላስ የላቸው ምንድ ነው በምን ያውቃሉ እነዚህ እነሱን የሚጠራ ሰው ምንድ ነው ህድና እያለ እንደሚለፈልፈ አይነት ነው እስላምን የሚያስተምሩ ሰዎች ዳዕዋ እያደረጉ ያሉ ሰዎች ሊጽናኑ ይገባቸዋል ካፊሮችን መጥራት ይህን ያህል ክብደት ያላቸው መሆኑንና ስራህን ቆም ብለህ ክብደቱን ማሰብ ያስፈልግሃል እማን ላይ እንዳለ ልታስብበት ይገባሃል ትልቅ ስራ ነው ያለው ተሳካ አልተሳካ እንተን አይመለከትም ነው ስሜት ያላቸውን ሰዎች ስሜታቸውን የሚከተሉትን ሰዎች መከተል ክልክል መሆኑንም ያመለክታል እውቀት መማር እንዳለብን ምክንያቱም ميتون نجر موكو ده هنا مون لبت يم يملكت نجر ليلا يسوي جوت مكتلي على باتشو لا يتابع الله اهل العلم والبصيرة في الدين وكاتي على لاتشون نجي وكاتي على لاتشون مكتل قد ما انه واي سون ايف فكادم حرام نومي لمن لأن اتباع الجهال يعتبر تقليدا تقليل دمو أعمان أمي هنو يا أيها الذين آمنوا إن أنت الله عند النت يأمناتكم يا من النسات مياساتكم كلوا من طيبات ما رزقناكم كستناتكم هلو كحلالو ويم نسوهن بلو واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون السم بيتشا يمتا وناتشو كوناتكم السم بيتشا الله إنما حرم عليكم الميتة الله بنانتا لا يرمي هذا يموت بكتنو والدم دم مسونو او دم مسوحا للابو تالي تسفنطر يموت ادم نو يكرس سقاو لاي منامن يكرر دم لهم ولحم الخنزيري ياساما سقان نو وما اهل به لغير الله كالله الله يتال يتاردون اقروت جنم اندزيهو. فمن اضطر غير باغ ولا عاد يتشقر دم برسالف غير باغن با منجد ولاي منجد يميت تجرو يقعد تمبت دمبر على فبت ولا عادين أما جاب لايم هجلت أساسيون النا ودت جاب فلا إثم عليه بما جاب تجري اللو مالا إن الله غفور رحيم الله مهرينا أزاينا ونا أخرج مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة الله نسونا ونسونا نجاي يتقبل وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال الله هزب والجين مسلم وچين نبيات وچين يعز زبت الملك عزز واتشوال من بمل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بالواتشوال وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بلوان ثم ذكر الرجل يتئل السفر أغبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له نبياتنا عليه الصلاة والسلام الله لنبياته وشن بالوال نسوه وشن بلو بلو كل من طيبات ما رزقناكم بالوال كذي أبو هلا عند سو تارك عن السو يا سوية تاركو من النبرة يتقيل السفر من يميا رزم بزوج زي يقول لا يمينور أشعثة تقولي تنتبرر أخبر أبارة بابوراي أبار أبار هنا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب الجتون ودقيت ستو يا رب بلال جن مطعمه حرام مقبو حرام نو ومشربه حرام يميت الطون غير حرام نو وملبسه حرام وغذي بالحرام يمي بلاو يمي تتاو يمي, يمي لبسو بمولو حرام نو وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ذلك تادي دعاء ما نكبلوا الله سبحانه وتعالى يمزجا وتشن بروش بملو عم ما شاشت يا آلك رجنسو عليك بالوال ليه. طيبات نجر من مجابنجي نسوه على هون نجر وتشن الله سبحانه وتعالى ما مسجن قد يتعم بكت مبلات كل كل مهونون أصول المحرمات مبالوت النزيارات تناتشو بكت دم مسفوح لحم الخنزير وما أهل لغير الله أصول المحرمات في المأكولات مبالو نقروش لاي يتكلكل وارات توانوش بالنزي قرآن ياوت يتدرد الدرو تناتشو جواز الأكل من المذكورات النزيارات عارات توتشو لعركارات توتشو بيون مما كل كل نو انتني عند الضرورة بشكر جزية وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو غير باغ ولا عاد بدن لا يالف نسان هون دهج جال تلالف نهون لن نادر قوي يميل ما بمقابي مفك أدلن دن هون نبي عليه الصلاة والسلام عسان أنبتان يموت هنا يالو بكت هنا يالو اندن بلات شوفك دولنال وحረመ አክለ ኩل ذ ናብ ምና ሲባእ ወ ሚክለብ ምና لطዩር ያላቸውን አውሬዎች አነቢዩ حራም አድርገዋል እንደዚሁም ደግሞ ትናቸው በጥፍራቸው የሚያድሉትን የሚይዙትን በራሪዎችም ነብዩ ع ላة وላም አድዋቸዋል ው ውሕለ ለና መይተታን አልሑት ወልጀራድ ወደማኒ አልከቢዱ ወጢሓል ሁለት ነገሮች ተፈቅደውልናል የሞቱ ሁነው እያሉ እነሱ ማናቸው አሳና አንበጣ ናቸው ሁለት ደሞችም ተፈቅደውልናል ጉበትና ምንድን ነው ኩላት لحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباء وذي مخلب من الطيور ولدت نبي عليه الصلاة والسلام يكلك بقران بقرآن يالتنقر بنبي صلى الله عليه وسلم حديث بالشاية كلك لنزيناتش من من مبالوت أكل كل ذي ناب كنتاتي تعطي يا الله أن تعطي يا ترسي كله إنسا ساوا تشلو كل كل ذي مخلب النسون وبراري وچم كل كل هذا شوال عليه الصلاة والسلام كراسات شو تنستو حرام هذا الرقوات ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام በግላቸው መደንገግ መከልከል እንደሚሉ ሁሉ ከአላህ ቁርአንም ማብራሪያዎች ይሰጣሉ አንዳንድ ጊዜ የአላህ ስብን ወተላ ቁርአን የደነገጋቸውን ህጎች እሳቸውም ጨምረው ያስተካክሏቸውና ያርሟቸውና ያብራሯቸውና ይከለክላሉ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ሙሐረማትን አላ ስብነሁ ወተላ አራት ሙሐረማቶችን አነሳ الميته دم الدم لحم الخنزير وما هو اللبي لغير الله جن ساتشو من حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه انه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ القرآن أعلم معناه كالله نعمته القرآن دي بمثل عند سوره يممثل بصف يمشي له القرآن يلاغي هو نو يا የአላህ ልጃ አለው የአላህ ሚስት አለው አላህ ደከመው አረፈ እንዲህ ብሎ የሚያስረዳ ነገር መየ